الناس تعبت، واللي بصير هذا حرام. مدرسة أونور ومدرسة نازحين، أغلبية المدرسة متواجدين هنا أطفال، نساء، شيوخ، يعني هي حوالينا تطلع بأعداد الأطفال قديش، هدول كل الأطفال في المدرسة ساكنين. تنضرب مدرسة الوكالة اللي الناس لجأت إلها مشان تلاقي في أمن، في حماية، في كذا. الأغلب الناس هنا تصوبت، الأغلبية تصوبت، ناس اللي مرمي هناك واللي مرمي هناك واللي ما، يعني بصراحة يعني اللي بصير هذا، يعني بصير هذا ظلم، هذا بصير ظلم، ظلم كبير علينا. ما توقعنا الاستهداف، الاستهداف كان بدون سابق انذار، هوب اللي هي انضربت وتطلع بثواني اللي مرمي واللي جرحى واللي كذا، ايش اللي بصير؟